بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوان. بحول الله إن شاء الله نتحدث قليلا عن إخلاص النية أو فسادها أو فسادها وتقلباتها. نحن معشر الإنس والجن، نحن الثقلان مسؤولان أمام الله بالنية قبل العمل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي عملت عملا ابتغيت به وجه الله فلك أجر، وإن أخطأت بذلك العمل وتسبب ربما بكارثة. المبين لكل النية سبقت هي نية الإصلاح لا الإفساد، نية في سبيل الله لا في سبيل سمعة أو امرأة أو سلطان أو رياشين أو سمعة. يعني النية هي تسبق. نحن لنا روح ولنا عقل ولنا عواطف ولنا أبدان وأجسام وجوارح، إن لم نبذل النية التي منطلقها روح زكية عادة بالنسبة للمسلمين يتبعها تلك النية الصادرة عن الروح الطاهرة، يتبعها عمل عقلي نضبط به قصدنا من هذا العمل، نقول هذا العمل نبتغي به رضوان الله فقد أسخط الله كثيرا، فآن الأوان أن أصلح ما فات بيني وبين الله. وهنا الإنسان الذي يريد المصالحة مع الله فقد نجا بفضل الله تعالى، وإن لم يصب في عمله الذي لا يأتي ويليه تلك النية. إذا النية لا بد أن تكون مبلورة مبينة محددة، ومقصود بها قرب من الله وحصول على بركاته وتمتع برضوانه. هكذا يكون عندئذ يكون من اهل الله، فنوى والله يحقق له خير مما نوى، لان الله يضاعف لمن يشاء في المبرات، وقد يغفر الاعتداءات على حرماته، ولكن اراد تعذيبا فلا يضاعف العذاب إن لم تكن النية قد فسدت تماما. بالنسبة لمن له نية صادقة مع الله لكن تارة تكون في أوجها في قمة عملها وقمة وضوحها وقمة الصدق في التعامل معها، نقول لهم: إن أصابتكم تلك المبررات فاعلموا أن الشيطان يدرب نفسه على تضليلكم، فامكثوا مع الله فتستقر النية على حالها أو قد تزداد قوة وتزكية وتقربا وتزلفا إلى الله لا محال. من أراد الاستقرار في نيته يكون عبدا خالصا لله لا يعرف غير الله ربا ولا يرضي سوى الله، وهو ربنا سبحانه وتعالى يعلم سره، فليخلص النية ويبقى على ذلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه: من عرف ما لا يقول لك امكث، عرفت فالزم، امكث على معرفتك، فإن نويت نية تبتغي بها قربا من الله فكن مؤججا لطاقاتها ومحركا لأسرارها تلك النية، أسرار النية، فالله يوفقك والله يحب من يتزلف إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله يعلمكم الله. ويقول كذلك: إذا كان الشيطان يحب شيء يجده إلى الله، إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي يبصر أنهم بين يدي الله،
فترجع نيتهم إلى طهرها وإلى صفائها وإلى صدقها، والسلام على من اتبع الهدى. يكفيكم يا صلاح.